سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير. مهنة صحفي والمهنة إعلامي، علاش الصحفيين والإعلاميين متغششين من كلام شفيق جرايا؟ علاش رد فعل القوي من النقابة؟ هذا الكل بشوفوه مع الصحفية العضوة في نقابة الصحفيين كاتبة العامة لنقابة الصحفيين التونسيين السيدة سكينة عبد الصمد، فضلت مشكورة بقبول استضافة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعات ومستمعين الكرام. شكرا لك، مرحبا. خلينا ربما البعض ما سمعش هالتصريح باش يفهموا على شنو نتحدثوا، ميسالش مع بعضنا نسمعوا ما جاء على لسان جرايا. هذا هو رجل عبال، شنو اللي عجزت باش تشريه بفلوسك؟ انت شريت برشا حاجات بفلوسك، شنو الحاجة اللي عجزت باش تشريها بفلوسك؟ نوفل الورتين. نعم نوفل الورتين عجزت باش تشريه، الباقي شريتهم؟ كملت الكل. شريتهم الكل اللي نوف الورتاني؟ ما شريتني أنا؟ لا لا. ما لا شنو؟ ماكش مطلوب عندي، ماش الموديل اللي حاجتي به. الموديل اللي حاجتك به نوف الورتاني؟ نوعية نوف الورتاني. نوعية ذيك؟ يا لطيف. إذن هذا التصريح المثير للجدل، رجل يتحدث عن أنه يبيع ويشري في صحفيين وإعلاميين وعنده موديلات زادة، وعامل كتالوج تقريبا، عامل كتالوج ومحدد شنية مواصفات الإعلامي والصحفي اللي يحب يشريه. واضح أنه بعض الأسماء استعصت عليه، على كل من دروش استعصت عليه لأنه ما تفهموش على حسب سياقه هو، ما تفهموش على السعر، أم أنه ذمة هذا الشخص كانت أنظف من أنها تكون محل بيع وشراء. على كل هذه تفاصيل المفروض يشوف فيها القضاء. خلينا نشوف أكثر تفاصيل مع كما قلت ضيفتنا الأولى السيدة سكينة عبد الصمد، كاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين. النقابة أصدرت بيان واضح أنه شديد اللهجة، متغششة برشا. شنو اللي غشش النقابة في هذا في الكلام هذا سكينة؟ سمحني، هذه معنى بالنسبة لنا البيان هو الخطوة الأولى، يعني الفورية. أي أنا مش جاي الخطوات القادمة أكيد جاي. هي أكبر إهانة. هذا هو. ومس بشرف الصحفيين والصحفيات في تونس. إذا كان يجي رجل أعمال تحوم حوله أصلا هو شبهات في الفساد، ورجل أعمال يصرح إعلاميا وعلنا وصراحة أنه اشترى ذمم الصحفيين، وكل الصحفيين كما يقولوا عداء زيد أو عمر، هذه بصراحة هو يعني تشهير وكما قلت إهانة، ومعناها يعني ومس بشرف المهنة وبشرف المهنيين. أنا أول حاجة كما قلت هذا حاجة، هذا معناها حاجة مرفوضة قطعيا. وإحنا قمنا إلى جانب البيان، فما قمنا برفع قضية. هل جايين سكين القضايا؟ خليني في البيان يا سكينة. هو الشخص هذا فات كل الحدود الدنيا بالتعامل مع الصحفيين. اولا هو في علنا يعني اعترف اللي هو انسان راشي. هذه وقت يقول انا شريت ذمم، معناه هو انسان راشي. ايش معناه انا شريت ذمم؟ معناه ندفع الفلوس ونشري. والراشي والمرتشي راهم كيف كيف. دونك هذيك اول حاجه يقاضى عليه. ثاني حاجه انه معناها يعني فيه كان نوع من التهكم واستعراض والتغريد، معناها في شرف الزملاء وهذه مس القطاع كامل. احنا اليوم عنا قطاع نتاعنا هو يقوم على شرف المهنة، يقوم على اخلاقيات المهنة، وانا ننزه كل الزميلات والزملاء على الاقل جلهم، باش ما نقولش كل خطر، يبقى ديما فما هناك شواذ. جايين الشواذ. طيب سكينة خلينا نرجع لبيانكم، بيانكم لافت للانتباه لانه بالفعل المره هذه بيان يعني الحقيقه، وحتى باش نقولوا كانكم مغضبانين مش فقط على جرايا، غضبانين حتى على مسؤولين مهمين في الدوله. خلينا نبدا بالنقطه الاولى. البيان يقول انه يستغرب الحصان اللي يتمتع بها جرايا من أجهزة الدولة وخاصة وزارة العدل ووكالة الجمهورية. شنو اللي يخلي النقابة تعتقد أنه هذا الشخص محصن؟ علاش وزارة العدل؟ ومعطينا تفاصيل. أنا أقول لك علاش. إحنا كنا رفعنا النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، رفعنا في جويلية 2015 رفعنا قضية بالمدعو شفيق جرايا على إشكاليات من النوع هذا، تجريحها وإهانة وكذا، لكن لم يتم حتى متابعتها. معناها من رفعنا القضية
ما نعرفش انا ركنت على الرف او كذلك. فما بعض الزملاء زاد رفعوا به قضايا، يعني هذا الشخص هو يعمل اللي يقوم معناها بال 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 معناها بالتشهير وبكل اللي يحب يقوم به هو من غير ما تجي عليه حتى محاكمة. واحنا معناها لفتنا الانتباه ورفعنا، نقول انا يمكن نقولوا راه تقصير لوزاره العدل ولا النيابه العموميه، خاصه خاطر النيابه العموميه المفروض تنجم اذا كان ثم معناها اخلال بقانون ما هي بيدها تقوم بالاجراء وتقوم القيام من تلقى نفسها تنجم في حالات نعم القانون. لكن هذا الشخص ولا حد ولا معناها القضايا يعني القضايا اللي ترفع ضده كلها تجنب، في حين انه القضيه اللي يرفعها هو ينظر فيها في الفور، وهذايا ما يدعو للاستغراب، وهنا نقطه استفهام احنا نرجو توضيحها. على كل طيب، بالنسبه للمره هذه هناك خطوه على الاقل خطوه انا اعتبرها ايجابيه، وهي انه النيابه العموميه فتحت التحقيق فتح التحقيق هذا ان شاء الله يكمل مآلاته، وان شاء الله مآلات كله ان شاء الله هذه ان شاء الله ما يكونش فقط لتهدئه الغضب وكل ان شاء الله. على كل طيب، انتم ايضا توجهتوا بمعناها تحميل مسؤوليه لوزاره العدل ووكاله الجمهوريه، وتقولي هم وكاله الجمهوريه تحركت، زاد وجهتوا رساله مباشره للهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد وطلبتها بانه تحمل مسؤوليتها. شنو تنتظروا منها الهيئه؟ احنا يعني كل الهيئات المسؤوله عن هذا الشان، هناك يعني احنا نعرفوا اللي تو من اكبر الاخطار اللي تهدد قطاع الاعلام سامحني هي اللوبيات المالية. ثم اللوبيات ماليه اليوم قاعده تلعب، احنا نشوفوا شنو صاير في راديو كلمه، نشوفوا شنو صاير في عديد من المؤسسات، في بعض المؤسسات اللي وراءها يختفي وراءها معناها يتستر رجال اعمال، خاصه منهم اللي تحوم حولهم شبهات في معناها وكذلك معناها يتستر وراء معناها مجموعه من الشركاء، وهذه حاجات احنا ديجا ننتظر حتى معناها في الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمع البصري باش تنظر فيها، لكن في نفس الوقت لازم تنظر فيها من قبل الهيئات اللي هذا الفساد المستشري سواء في قطاعات أخرى. احنا بالنسبة لنا قطاع الإعلام يهمنا، ويلزم تحصين قطاع الإعلام من مثل هذه اللوبيات المالية الفاسدة. طيب الخطوات القادمة حسب معلوماتي، الخطوة بعد البيان فما خطوة باتجاه اللجوء للقضاء، فما استعدادات رفع قضية؟ نحن رفعنا قضية المكتب التنفيذي رفع قضية، لكن يبقى توا اليوم كل الزملاء عديد، ما نقولش كل الزملاء مبالغ فيه، يعني عديد من الزملاء انضموا للمقر وانضموا وباش يدفعوا قضايا شخصية، يعني كل زميل يحس روحه هو تمس، ولهذا من حمل يعني قضايا في التشهير في التشهير والإساءة، قضايا في التشهير وفي التشهير والتشويه وينوع التشويه. طيب يا سكينة خلينا ندخل توا، انا حبيت عمدا بديت بالامور هذه العامه، خلينا توا ندخل في صلب الموضوع وخلينا نحاول نكونوا صراحة. صلب الموضوع هو انه يعني انه التشكيك في نزاهه او ذمم خلينا نقولوا بعض الصحفيين، وانه هو عممها انه يعتبر انه الصحفي نجم يكون موضوع بيع وشراء. فما انا اكيد انت تابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فما ناس اعتبروا انه علاش الصحفيين متغششين، يقول لك هذا واقع، يقول لك بدليل ما نشهده على في الساحه الاعلاميه في البلاتوات في غيره في تلافز معروفه تلافز محسوبه على رجال اعمال معينين لانهم هم اللي مولوا فيها وهم يتحكموا في خط التحرير. فما شكون يقول لك اي بالفعل فما اعلاميين صحفيين ينجم، انا نقرا لك مثلا شخص على الفيسبوك شنو كتب، شفيق جرايا كيف لمح انه ميدان الصحافي هو ميدان مفتوح للبيع والشراء، ماهوش يتكلم من فراغ، الناس الكل تعرف جماعه كماء وجماعه شفيق وجماعه نعم القروي وجماعه فلان اللي يدفع اكثر وسم الحصص الى غير ذلك. يقول لك معناها اذا الصحفيين ماهمش ملائكه، ميدان الصحافه فيه وعليه كما الميادين الاخرى، علاش ما النقابة هني ما تقومش بدورها انها هي تفرز ان هي تفضح الممارسات هذه ان هذه تعاقب. سامحني قصيت عليك الشيء هذا يكون وارد، وعلاش انت قلت ديجا ثم مؤسسات اعلاميه وراها يمولوا فيها رؤوس اموال مشبوهه، وهذايا اللي احنا نظر فيه في الصميم، وهذاك علاش تمت دعوه الهيئه مكافحه الفساد لا
مكافحة الفساد والعكاظ طبعا يلزمها هي أصلا هي بطبعها معناها تعطي ترخيص باش تنظر في التمويل من أبجيات الشروط نتاعها هي شنو هي طرق التمويل المكان شارج المفروض هذا موجود لكن هذا بيان سور هي قاعدة تعمل تو بالنسبة لراديو كلمة مثلا خاطر هو الرخصة تعطات لحد آخر لكن اليوم وقت ولد ثم شبهات في التمويل معنا من طرف رئيس من طرف رئيس حزب اللي هو سليم رياحي هذا احنا هي قاعده تنظر وتدقق وتجمع في القرائن باش 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 تقوم بال بسحب السؤال معناها باش تقوم بالاجراءات اللي لازم لكن انا نقولوا مانيش احنا باش نبرئوا كل الناس ما فما حتى واحد فوق ريشه ما فما حتى واحد لا صحفي ولا غيره كل القطاعات كما تقول نجم تكون فيها كما قلت لك شوارع نجم تكون فيها اي حاجات نجم تكون فيها هذه احنا تجاوزت اي قطاع فيه تجاوزت كل من تثبت تورط في اي معناها نوع من هذا الفساد احنا رانا مانيش باش نسكت عليه يعني النقابه ماهيش كيما انها تحمي وتحصن القطاع لكن كيما ايضا تعاقب او على الاقل معناها تتواجه وتتصدى لكل انواع التجاوزات يعني نقابه ما تمشيش بعقليه القطاعيه المغلقه وانه مع منظورين ظالمين ولا مظلومين لا هذا هو احنا نحن نحب اعلام نزيه اعلام شفاف اعلام معناها دقيق وكذلك اعلام يقوم يحترم اخلاقيه المهنه وشرفها هذا هي حاجه من ابجديه تاع هذاك علاش احنا ديجا قاعدين نسعاو باش نعملوا مجلس الصحافه اللي هو وقاعدين ناكدوا في كل مره وهناك دورات تدريبيه لانه راهي اخلاقيه المهنه وشرف المهنه راهي من اولويات العمل الصحفي ومن اولويات الركائز الحمايه في العمل الصحفي خاطر اذا كان انت ما نقومش بسلب او بشتم او بتقوم بالتجاوز ما نعطيش فرصه كبيره من الاخر باش يتعرض لي ولا باش يكسر لي خدمه طيب ما تشوفش سكينة انه الحدث كيما هذايا يكون مناسبه انه خلينا ننظروا بعمق ونفتحوا ملفات من جملتها وضع الصحفي علاش بعض الصحفيين ينساق وراء انه يتباعوا ويشروا يبيعوا ذمامهم شنو الوضع المادي للصحفي شنو الوضع الاجتماعي للصحفي شنو وضع العمل فما صحفيين يخدموا بزوز فرانك فما صحفيين يعني اما تعمل اللي نحبه ولا نطردوك فما صحفيين يخدموا في ظروف صعبه جدا اخلاقيه المهنه اللي عليها برشا كلام اللي هي تبقى حبر على ورق شكون اللي يراقبها شكون تجاوزات كثيره تصير في وسائل الاعلام وفي الصحف ولا من يلتفت لها ساعات تتحرك ساعات ما تتحركش النقابه ساعات يقولك انه يعني بقيت باش الملف الاعلام والصحافي التونسي تفتح وهالرومانه هذه خنفركوها على قاعده. اي هي محطات كما هكا وامور معناها كما قلت احداث من النوع هذايا هي احنا قلت المفروض محطوطه على الطاوله كامل الوقت. واحنا علاش تقول لي انت قاعده جوستومون التجاوزات هذه يلزم تاخذ بعين الاعتبار خاطر هي راهي تمثل القطاع وتهد تهدد القطاع اصلا في حد ذاته، لكن احنا كما قلت احنا فما عديد من المؤسسات الاعلاميه والصحفيين والصحفيات اللي يخدموا بنزاههم عندنا حتى اشكال معاهم، فما كما قلت بعض المؤسسات الاعلاميه اللي قاعده خاصه معناها تقوم مع طرق التشغيل الهش حقوق الصحفيين قاعده مهضومه، هذا كله وارد، لكن هذا لا يبرر انه الصحفي يشيء يباه ذمته. أنا طيب. الصحافي يحاول يدافع على حقه من غير ما يبيع ذمته واحنا نقفوا معاه وان شاء الله نخلطوا نجموا نحاولوا نلقاو المرأة لكن حاجه اخرى علاش هو مجلس الصحافه؟ انا نقول لك مثلا بالنسبه للمؤسسات الاعلاميه والبرامج في القطاع الصمع البصري هناك هيئه عليا مستقله للاعلام الصمع البصري اللي هي الهيكا هي تقوم بدورها في ذلك واحنا ماذا بينا تزيد تاكد وتحاول تضاعف دورها وتعرف اني الهيكا زاد راهي قايمه على مرسوم معناها اللي هي مازالت معناها ديجا في حالتها فمازال القانون الاساسي مصدر مازالت ماهيش هيئه دستوريه معناها هذاك زاد ما تنساش اللي راهو حتى الهيكا تمر بصعوبات كبيره في تطبيق قراراتها في تطبيق الواحد خاطر هذايا زاد لازم النظر فيه لازم الحكومه هنا تبني دلوها بذلك زاد وتاكد على وضعيه هذا الهيكل التنظيمي اللي هو يعتبر من المكاسب الكبرى في القطاع واليوم قاعدين على كل حال المرسوم هذا قاعد بيطلب التعديل ليصبح قانون
اساسي باش يصبح قانون وهيئه دستوريه قاره ان شاء الله. طيب يعني ان شاء الله في اقرب الاجل ان شاء الله. بالنسبه طيب للنقابه كما قلت النقابه ما تنجمش تشوف فما عديد من الحالات اللي توصل وتظهر، لكن ما تنجمش تنظر في الحالات الكل. فما هناك قاعدين جاريين باش ان شاء الله قريبا باش يحدث مجلس الصحافه اللي هو باش يقوم وباش يكون في مراسل الرصد. راه نعملوا مراسل من مراسل ديما مراسلنا كما نقولوا موسميه، ما نجموش احنا مانيش قادرين باش نعملوا مرصد قار. نذكروا ان ايضا المرصد التونسي للصحفيين ايضا اصدر بيان حتى هو استنكر فيه تصريحات شفيق جراي للامانه. طيب سكينه باش نختموا، شفيق جراي اصدر بلاغ وقال لكم راني نفدلك معاكم، فقط هي مزحه ومشاكسه راني نفدلك واعتذر لكم، ما يكفيش هذا؟ سامحني هذا لا يكفي، انا مانيش نجي نسبك ونطلبك ونقول لك اللي نحبه، ما نقول لك سامحني راني حتى يعني كان قاعدين في القهوه هي فدلك دموفيكم سامحني بالتونسي. فادلك ماستا، فادلك ماستا بالتونسي. بالتونسي ماستا، ما نقبلهاش فادلك هيك، مش تعمل لي شاربي وتقول لي راني فادلك معاك. فادلك تجي على معناها في منبر اعلامي وهذا مش معقول وميز ومعناها هنا انا ما هذا موديل مهما كان. تقول لي لا فادلك ولا حاسين على كل معناها ينجم حتى الاعتذار يكون اعتذار رسمي في نفس ال 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 المنبر اللي قام به بالكلام هذايا هو يكون اعتذار رسمي وواضح. يعني مش فادلك الامور، شو معنى نفادلك؟ فادلك نقول لك راك انت بيك وعليك وبعدين نفادلك عليك. طيب في الاخير سكينه، فما شكون قال لكم احسن رد على شفيق جراية انه الصحفيين الحراري عملوا تحقيقات استقصائيه، وانت كي تعرفي جيدا معنى التحقيق الصحفي استحقاقي على قاعده حسب المعايير معناها الصحفيه العالم الكل، ويطلعوا الخنار الكل. اكيد واش يقول لك لما لا؟ وين اخدموا خدمتكم؟ انا مانيش لا، علاش ما هي حق تعمل جوستومون تعرف انت معناها في تونس ما فماش العاده نتاع الصحافه. ما زلت في بداياتها الاولى. ما زلت في بداياتها وما ان شاء الله ان شاء الله نجي اليوم ويجيو صحفيين يعملوا وتفضح وقتها برشا عديد 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 من الاشكاليات الاخرى اللي تقف وراء اللي يحبوا يضربوا قطاع الاعلام ويحبوا يدوسوا عليه وينجسوه كما نقولوها. كلمة خيرة تفضلي، إذا كان عندك كلمة خيرة تفضلي سكينة. على كل هنا ديما داقي دعوة لكل زميلات والزملاء وكل المواطنين بصفة عامة، الناس كل تتضامن ضد هذه اللوبيات المالية الفاسدة في كل القطاعات حتى نقضي عليها، وخاصة من أول قطاع الإعلام. تعرف علاش قطاع الإعلام؟ مش على خاطر احنا نقابة، نقابة صحفيين ولا احنا صحفيين، خاطر الإعلام هو معناها تعرف اللي عنده تأثير كبير على المجتمع، واحنا اليوم قاعدين نمشيو نحو مجتمع ديمقراطي معناها نطمح له ونحبوا نبنيه، خليه يتبنى على اسس صحيحه ونظيفه. كل الشكر ليك سكينة عبد السواد الكاتبه العامه للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، كنت معنا في سياسه سبور الموسيقى الاخبار وزفن سمعك التصوير.